بخبر كنا البارحة ناقشنا موضوع إيقاف الكاتب الأستاذ فهد العامر الأحمدي في بنما بعد زيارته لها قادم من لوس أنجلوس الأمريكية. طبعا يعني فهد قاعد يعيش أيام غريبة، مع أنه رجل يعني من يعتبر من الرحالة واللي سافر غالب يعني أغلب بلدان العالم ومدن غريبة، ولكن اللي قاعد يصير شيء غريب. لا يستطيع السفر، ثالث جلسة محاكمة واستماع. أمس تحدثنا عن هذا الموضوع وكان معنا الـ 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 يعني القائم بالأعمال في سفارة البيرو اللي هي قريبة هناك حمود المطيري، وقال أنه الموضوع يعني تقريبا في طريقه للحل وإن شاء الله يكون منتهي خلال ساعات. اللي صاير أنه الآن ما في حل واضح. خير من يتحدث هو صاحب القضية نفسها الأستاذ فهد عامر الأحمدي. أبو حسام مساء الخير. سهلا فيك وبالمواطنين والمشاهدين الكرام، اهلا وسهلا. الله يسلمك. وش اللي صاير بالضبط؟ وش اخر التطورات؟ هو بس خليني اشير انه الاتصالات ضعيفه، يعني ممكن انقطع الاتصال في اي وقت. نعم. هو اخر المتجدات حقيقي، يعني اللي حصل شيء غريب ومخالف لجميع الاعراف القانونيه والدبلوماسيه. يعني على سبيل المثال، انت الان اعطيتني فورما لا يوجد فيها إلا خانة واحدة، التصريح بأكثر من 10,000 دولار، وأنا أشرت عليها يعني، ثم تطالبني لماذا لم تكتبها بالأرقام. هذه أول نقطة. الأمر الثاني، أنك أصدرت قرارا بمصادرة الأموال كاملة وإدخالها خزينة الدولة وليست الجمارك أو حساب مؤقت أو المسؤولين في المطار، ثم بعدين تقول لي ستخضع لمحاكمة وتحقيق، وروح دور لك محامي معينته الحكومة، يعني هم اللي عينوه، والمحامي للعلم يعني طلب 4,000 دولار إضافية. فهذه يعني تؤكد أنها مجرد إجراءات شكلية، وأن وجود خلل في الموضوع يعني لا تفهم بالضبط. يعني أنا سمعت أن هذه الدولة بالذات تعاني من غسيل الأموال وكذا، ولكن يبدو أنه هناك أمور يعني أصعب الحديث عنها الآن، لأن أنا داخل بنما. يعني يبدو أن هناك أمور أخرى. يعني أنا مجرد الإجراءات الآن، وأنت لما تقول جلسة وجلستين، هذه كلها إجراءات شكلية. إجراءات شكلية، لأنه حتى المحامي قال لي الأموال خلاص صدرت وتراها دخلت خزينة الدولة وأنسى الموضوع. هذا طبعا بعد ما هو أخذ 4,000 دولار من الكريديت كارد. وكذلك أنا طبعا أجريت اتصالات يعني مع سعادة السفير في المكسيك وسعادة السفير أو القائم بالأعمال في البيرو، وعلمت منهم أشياء يعني ما يصح الآن نقولها طالما إحنا في البيرو، ولكن أشياء تؤيد وجهة نظري إنه ما حدث خطأ كبير، وأنها ليست المرة الأولى. يعني قد يتصيدونك، يعني أنا سمعت بحالات قد يتصيدون الحالات لمجرد مثلا إن جواز سفرك حينتهي بعد 5 أشهر 25 يوم. يعني فرصة من 5 أيام من 6 أشهر ما حصلت، فممكن تصادر أموالك لهذا السبب. وأنا حقيقة أول مرة أمر في وضع زي هذا. يعني أنا زرت 96 دولة. في كثير منها كنت أصرح بالأموال التي معي. كل الإجراء اللي يكون موجود وقتها أنه هذا المال يوثق عشان وانت خارج تأخذه معك. وآخر نموذج على فكرة في الولايات المتحدة في أمريكا، لأن أنا والعائلة كنا في أمريكا، كنا 7 أشخاص. دخلنا أمريكا بمبلغ أكبر من كذا، أكبر من كذا بكثير يعني. فكل ما في الأمر أن الأوفيسر أو الضابط في مطار كينيدي سألني قال هذه الأموال كلها معك؟ قلت له أيوه. قال لي أنت رئيس العائلة؟ قلت له أيوه. طل فينا شافنا ما شاء الله 7 أشخاص، حسبها في راسه وقال خلاص تفضل أدخلوا. بمعنى لو كان يبغى يسوي لي مشكلة أو يبغى يدمر مثلا الاقتصاد السياحي لبلده كان دخلنا في تحقيق وسين جيم. صحيح. طيب أبو حسام، أنت معك أحد من أبنائك ولا أنت الوحيد هناك؟ هو اللي صار أخوي علي، يعني الرحلة كالتالي، يعني أنا والعائلة، أنا عندي بنتي الصغيرة تدرس في هارفارد في السمر سكول، فإحنا كل العائلة رحنا إلى أمريكا وخدنا شهر أغسطس كامل. طبعا في بداية سبتمبر لازم يرجع عشان المدارس. فرجعوا من لوس أنجلوس، بينما أنا وابن حسام كملنا على بنما على أساس نكمل زيارة بعض المدن بعض الدول في أمريكا اللاتينية. عشان كده مسكوني بس أنا وحسام في بنما. وبالمصادفة يعني المصادفة سيئة أنه أول رحلة كانت إلى بنما، وبنما بالمناسبة يعني حتى دولة ما تستاهل أنك تجيها، أنا بس جيت عشان
عشان يعني بوثق نعم رؤيتي إلى قناة باتما، نعم لأنها واحدة من الأعاجيب الهندسية في العالم، ولكن فوجئت حقيقي في الوضع الموجود طيب خليني اسال السفاره، عملوا لك شيء حلوا الموضوع؟ لانه امس بشرنا انه خلاص يعني، وبعدين انت الحين اخذ الفلوس، مانعينك تطلع من ذا الديره بعد يعني؟ شوف احنا عندنا قضيتين، قضيه ايه الفلوس تصادرت، هذه تصادرت، قضيه المنع من السفر هذه وعدوني فيها هذا الكلام امس، طبعا بفضل الله ثم بفضل جهود دولتي، لان جاتهم ضغوط، ولا انا يفترض اني ما اغادر حتى تحل القضيه، وهذا امر قد ياخذ شهر شهرين. لكن امس انا سمعت من مديره الهجره، هي تقول لي جاتني اتصالات وتؤكد لي اني ان شاء الله ساغادر يوم الجمعه، ولا تخاف واطمن وكذا. ولكن ركز معي يا اخوي علي، هذه انا اعتبرها دليل ادانه ضدهم. نعم. لاني ان كنت انا غير بريء او مدان في قضيه، تمام، فكيف تخلوني اخرج؟ يفترض اني ما اخرج. نعم. واذا كنت مجرد سائح، طب ردوا لي اموالي. صحيح. يعني دول كثيره على فكره حول العالم، حتى لما السائح يخطئ، لنفترض ان السائح اخطا بالتصريح، القضيه تصبح يتاكد هل هو سائح ام مثلا واحد تاجر مخدرات او غسيل اموال او اخره. ان كان سائحا بالفعل واخطا، تعاد له امواله، في النهايه تعاد له امواله، ممكن ياخذوا عليه عقوبه مثلا 5% 6%، لكن في النهايه تعاد له امواله، لانه القضيه هل هو سائح ام غير ذلك. نعم. فانا في النهايه طالما انتم تاكدتوا اني سائح وسمحتوا لي بالسفر على قولك الان، طبعا هو الامر غير مؤكد ولكن حسب كلامها من يوم الجمعه، معناته انتم معترفين ضمنا ان انا ما عندي شيء، ما عندي مشكله يعني. فلماذا تصادرون الاموال؟ نعم. وال الاخوان في السفاره او في القائم بالاعمال عندهم يعني كافه المعلومات، هم معك الان حاليا؟ اليوم وصلوا الصباح الساعه 6، وحقيقي ما قصروا، يعني هم تعرف اخوي علي لو ما جو برضو هم معذورين، لانه السعوديه هذا اول شيء الى الان ما عندها سفاره في بنما، تمام، بسبب يعني بسبب الحكومه البنميه حسب ما سمعت، يعني في اشياء كذا. الامر الاخر انه تعرف الدبلوماسي في اي دوله، في البيرو مثلا او في المكسيك، ما يقدر يشتغل او غير مسموح له انه يتصرف في دوله اخرى. نعم. لكن رغم كذا الاخ حمود المطيري يعني دبر الامور باتصالاته الخاصه، ووصل اليوم، واليوم احنا عندنا جلسه حقيقه، الجلسه الثالثه بعد نصف ساعه، وخليني اقولها صريحه يعني، فاجاني قال لي انا جاي، وجاي حتى ادفع لك تكاليف المحامي اللي انت دفعته، لان هذا واجب السعوديه على ابنائها وكذا. حتى انا يعني احس ان هذه مجامله منه، اقول له لا ما له داعي، خلاص قد حاسبت بالبطاقات. قال لا، هذا بروسيجرز، هذا اجراء رسمي يتم معاك ومع غيرك. جميل. جميل، الله يعطيهم فبالفعل العافيه. فبالفعل السعوديه لا تنسى ابنائها. نعم، ابدا، بالعكس احنا نتمنى لك انك ترجع لنا سالم وغانم، وان شاء الله هذا الموقف ما يعكر صفوك، وتظل فهد اللي نعرف اللي يحب السفر ويحب يعطينا معلومات مختلفة وعين مختلفة، نظرة مختلفة دائما للأمور، فإن شاء الله أن ما تأثر إن شاء الله عليك. إن شاء الله، وهذا جزء يعني من حكايات السفر يعني اللي حنحكي نعم. فيها بعدين. نعم. أنا متأكد إن شاء الله أنها حتنتهي على خير. احنا وعلى فكرة بالمناسبة يعني أنت برنامجك جماهيري ويهم الناس، فأرجو أن حتى الناس يتعظوا من هذا التصرف، يعني أنا أخطأت مثلا في هذا الموضوع. نعم. أنتم كمان تأخذوا بالكم، أكثر من 10,000 دولار يعني ما له داعي تاخذه، يمكن انا اكون معذور لان انا عندي رحله طويله 15 دوله. نعم. وكنت عازم اني في اليابان اخذ لابني حسام شقه جديده. نعم. لكن بوجه عام كقاعده عامه يعني ارجو من الاخوان يعني انتبهوا للموضوع هذا، لانه في شبهات غسيل اموال و الى اخره. نعم نعم، شكرا لك الاستاذ فهد عامر الاحمدي، ان شاء الله ترجع لنا سالم غانم، واحنا معاك في هذا البرنامج، وفي نفس الوقت نشكر الحقيقة السفارة على دورها والقائم بالأعمال أيضا. وأنا حاب أقول، قلت أنا لأبو حسام، إحنا كمان من خلال أيضا مصادرنا، الحمد لله صار طلع عندنا مصادر في بنما، إن شاء الله إحنا أيضا نساعد في تسريع إن شاء الله عودتك ونخروجك من هذا البلد. طبعا لما نقول شق لحسام، أساس الناس بيروحوا لموضوع الترف، لا، حسام يدرس في اليابان، طالب في اليابان، أساس كذا يعني كان يبغى يعني ينهي معاه سفرة الصيف، بعدين يروح يوجهه إلى, 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 إلى الدراسة ويختم بعد ذلك ثم يعود. عموما الموقف غريب، احنا مكملين راح نتابع فهد ويومياته في بنما في إذا جد جديد، وأيضا احنا بنحاول أيضا نحط يدنا مع السفارة ومع مصادرنا هناك أنه ينجز هذا الموضوع بأسرع وقت ويعود فهد ويطلع من بنما
وإن شاء الله أيضا يتم استعادة المبالغ.